السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي ضغط زي دوت كده، تمام، على ارتفاع 2 متر 80، وعايز أرسم ضغط تاني بس يطلع ما فيه، فأقول له أنا عايز أرسم ضغط، يقول عايز نوع إيه، خليه مثلا إكس وسط، وأختار الأوفسيت، تمام، خليه 2800 بالشكل دوت، وهبدأ أرسم الضغط بتاعي أهوت. طيب هاجي هنا الاقي ان انا لو كملت هيخبط فيه، فانا عايز اطلع واكمل بعد كده على الارتفاع اللي انا عايزه. فهاجي هنا في الفنتليشن، ولا حاجه اسمها انجل تو هورزنتال، تمام، اختار الضغط اللي انا عايزه وابدا اقول له انا عايز اطلع مثلا بزاويه 45، اوكي، تمام. تقدر تختار التوب سنتر، البوتوم، التوليرانس، التوب اوف كذا، سنتر اوف كذا، واقول له اوكي، بيقول لي مفيش مسافة في ال... طيب التوب بتاعي هخليه مثلا 3200، الزاوية 45، اوكي، اهو رسمها لي وبيقول لي كمل. هبدأ أكمل لحد هنا، تمام، وبعد كده هقول له برضو أنا عايز أعمل الأنجل، تمام، وأختار الضغط اللي أنا عايزه وأقول له بقى بخليها لي 2800 بزاوية 45، هتلاقي إن هو عمل الزاوية ومديني إن أنا أكمل. تعالى بقى نشوفها في 3D. هعمل سيلكشن بالشكل دوت وأقول له أنا عايز أشوفها في 3D من قائمة موديفاي، أقول له 3D تظهر معايا بالشكل دوت، هتلاقي أهو طلع بالضبط بالشكل الجميل دوت ونزل.